الحقيقه يعني في ظاهره ملفته جدا للنظر، وهي ان النادي الاهلي بقاله كتير يعني سيد حسم الامور في الدقيقه 90 بلس، ودي حاجه يعني اكيد ناس كتير جدا دايما حتى كانت بتتنضر عليها الفتره الاخيره اصبحت عاده الى حد ما. ولازم نقول ان ماتش امبارح الحقيقه، ودي كلمه حق لازم تتقال، الماتش كان على وشك ان هو يروح مننا يعني، ودي كانت حاجه مش لطيفه بالمره. ولازم نكون عارفين ان التفريط في اي نقطه في الوقت اللي احنا فيه ده هيأثر بشكل كبير جدا على شكل المنافسه. معانا كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق للحديث عن مباراه الاهلي والانتاج الحربي بالامس وصراع المنافسه على اللقب المحلي. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني كلام بصراحه محتاجين نناقشه بشكل اكثر تفصيلا مهم. انا هبدا مع حضرتك لو تسمح لي بتصريحات موسيماني، لان تصريحات موسيماني لخصت المباراه بالامس. هو تحدث ان في بعض الضغوطات الشديده، هو تحدث ان هو اخذ من المباراه اللي هو عايزه، هو تحدث ان انا عندي اداء كان رائع جدا من بعض اللعيبه اللي يمكن في الفترات السابقه ما كانوش بيثبتوا نفسهم بالشكل يعني المفروض، منهم بواليا، منهم حسين الشحات، الجدل الاثير يعني حول مروان محسن تحدث عنه موسيماني بشكل اكثر من رائع. خلينا نروح لهذه التصريحات اللي حضرتك تابعتها ونبدأ بيها. هو بداية طبعا تصريحاته فيها عقلانية جدا، دايما يخلي العبء على نفسه مش على اللعيبة، غير الكلام اللي ممكن يتقال في غرفة الملابس. فالوضع الطبيعي ان انا كمدير فني بيبقى زي الاب او زي الراجل المربي، ابدا ما يطلعش يسيء لاولاده. صحيح. او يسيء للعيبه اللي هو معاه. الحقيقه موسيماني عامل جهد مع الجهاز الفني، مع اداره النادي، مع لجنه التخطيط، مع اللاعبين، عاملين جهد خرافي. العالم كله بيتكلم عنه. العالم كله الا عندنا، كل المواقع في العالم بتتكلم على الانجازات اللي النادي الاهلي بيعملها، والدليل ان انا عندي 48 بطوله في القرن ال21، انا الاول على العالم. عارفه مين الثاني؟ بايرن ميونخ. طيب احنا عارفين ان نادي بايرن ميونخ مش رايح كاس عالم انديه، النادي الاهلي رايح للمره الثانيه على التوالي. بالظبط، بايرن مش رايح، تشيلسي اللي رايح. النادي الاهلي للمره الثانيه هو اللي رايح. ف تصريحاته مع عقب المباراه مباشره بيبقى فيه نوع من الانفعال طول المباراه. قبل المباراه بيبقى فيه ضغط عصبي، ثم خلال ال 90 دقيقه بيبقى فيه ضغط غير طبيعي. النتيجه بتروح وبتيجي، بتروح وبتيجي، وفي بعض اللاعبين بيأدوا بحماس شديد جدا، وفي البعض لسه ما وصلش للمرحله. صحيح. اللي ترضي الجهاز. اكيد في اخطاء طبعا، في اخطاء. الاخطاء دي بتبقى وارده جدا في خلال الضغوط الموجوده، واحنا دايما بتكلم على الناحيه العصبيه والنفسيه. مش ممكن ابدا انا واقع تحت ضغط عصبي ونفسي شديد جدا ومطلوب مني ان انا ادي احسن اداء. استحاله. حضرتك لو انت ماشي في الشارع وتنرفزت شويه هتعرف تسوق كويس؟ مش هتعرف. فتخيل انت باستمرار بتاخد، انت سافرت من النيجر لقطر لجنوب افريقيا، يعني للسودان، سفريات كتير جدا مع كلها نهائيات. احنا فضلنا 3-4 بطولات ونبقى يعني نخش على ريال مدريد ونتفوق على ريال مدريد. الانجازات دي كلها، الانجازات دي كلها عايزين يدخلونا في حته البنك الاهلي وماتش مش عارف ايه، حاجات محليه. وبنشوف دايما، وانا ما بحبش اتكلم في الحته دي بالذات، بس يعني احنا خلاص ملينا. يعني الاهلي بيجيب جول سليم جدا، وبعدين نلاقي الفار بيجيب الحكم علشان يشوف الجول ملعوب. يعني الجول الثالث ايه المشكله اللي فيه علشان الفار يندهله؟ بنالتي مره واثنين وثلاثه ما بيتحسبش. كل دي بتبقى ضغوط على المدرب وضغوط على اللعيبه. وبرضو بقول من خلال حضراتكم، اللعيبه الوحيده في مصر اقسم لك بالله اللي ما بيروحوا للحكم يعترضوا على اي حاجه. يعني امبارح في بنالتي بالايد، الماتش اللي قبليه الراجل طلع وراح واخد محمد شريف، حتى في قناه الاهلي ما جاتش. يعني شوفي مدى الاخلاق، يعني الراجل ضربه امبارح برضه البنالتي بتاع مروان، الراجل دخل سايب الكوره وراح واخده في دماغه. الفار فين؟ فكل دي بتبقى ضغوط على المدرب واللعيبه. برضه انا لما بحس ان الراجل اللي بيدير المباراه ما بيحمينيش، شفنا ماتشات كتير قوي انا بشفق على الجهاز الفني. شفنا ماتش غزل المحله، يمكن الكابتن اسلام امبارح جاب مقتطفات كده بسيطه
في خلال البرنامج بتاعه بالليل شفنا قد ايه العنف اللي كان موجود، والحكم لا يبعد عن اللاعب عنفه تضيع وقته. انا اقصد ان كل ده عبء على المدير. بقول لحضرتك هو مساله الاخطاء التحكيميه ومساله الفار دي اكيد برضو من ضمن النقاط اللي هنتكلم مع حضرتك فيها. انا من هواند، بس انا عايز اسالك انا اقصد بس ان هي بتبقى ضغط على، ما اقصدش ان انا اتكلم فيها طبعا، انا فاهم، لا بس ضغوط على المدير الفني. العنوان ده لازم يتوقف عنده في كل الاحوال، فكره الاخطاء التحكيميه وفكره الفار ومدى فاعليته، يعني دي حاجه هنتكلم فيها. بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه برضو، كان في وسط كلام حضرتك بتتكلم على ضغط المباريات، وده كان حقيقي حاصل بشكل مبالغ فيه قوي في الفتره الاخيره، وخصوصا على الصعيد المحلي والدولي، لكن الدوري المصري يعني، هل ده كان ممكن يتم تداركه ولا ده قدر النادي الاهلي بحكم ان هو مشارك تقريبا في كل البطولات المتاحه؟ قدر النادي الاهلي، انت لاعب 11 مباراه في 3 شهور اكتر من النادي المنافس. النادي المنافس مريح وانت في دور ال 32. مش دي امور كان لازم تتراعى؟ ما هي علشان كده انت بتلعب من غير 6، انت لو ما عملتش كده كانت هتضغط اكتر. فانت قبلت انك انت في ماتشات تتوسع شويه على الرغم من ان الفارق 11 مباراه فرق، ومع ذلك انت قابلت انك تلعب 3 مباريات من غير 50% من العناصر الاساسيه بتاعتك. انت عندك الشناوي 50% من قوتك كحارس مرمى، انت بتديها للمنتخب الاولمبي عشان انت نادي الوطنيه. صحيح. انت كان ممكن جدا ترفض زي ما اي نادي في العالم، ليفربول رفض، جلاتا سراي رفض انه يدي اللعيب بتاعه مصطفى ومحمد صلاح. فانت بتلعب بعناصرك الاساسيه مش موجوده، بتضغط، ولولا انك انت قبلت انك انت تلعب الثلاث مباريات من غير السته الدوليه كنت هتبقى فيها صعوبه اكتر عليه. الوضع برضو ما ينفعش نقارن قوي، لان احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر على فرق اجنبيه بينتمي ليها بعض اللعيبه المحليين بتوعنا. لكن في حاله النادي الاهلي يعني تشيلسي وارد انه يرفض، سوري ليفربول وارد ان هو يرفض ان محمد صلاح يشارك، كذلك النادي التركي جلاتا سراي. لكن في حاله الاهلي هيبقى صعب قوي انه يتاخر عن اي طلب يطلب منه لخدمه المنتخب الاولمبي. انا كمحترف في اجنده دوليه. بالظبط. الاجنده الدوليه لا تسمح لي ان اللاعب المحترف بتاعي ما يروحش في المحفل ده. بالظبط. فيما النادي الاهلي يدي 50% من قوته في بطوله المحببه للجمهور، واجب وطني النادي الاهلي. ده جانب وطني كان ممكن جدا يرفض كلاعب محترف، لكن النادي الاهلي بحكم وطنيته ادى 50% من قوته للمنتخب. فدي طبعا برضه نادي ليفربول برضه يهمه سمعته وشعبيته وهو الاخره، وبرضه بيريح لعيبته علشان عارف ان اللعيب لو ما خدش اجازه مش هيديني طول الموسم. كل الامور دي انا يعني ببقى حاططها على الجهاز الفني وعلى اداره النادي وعلى كابتن الخطيب اللي يعني على طول باستمرار مع الفريق في كل تمرينه وفي كل مباراه وفي كل سفريه، علشان يبقى في نوع من المؤازره للعيبه دي. في لعيبه كتير ما تعودتش على البطولات وبقالها فتره قليله بتاخد بطولات كتيره ومضغوطه بشكل عمرهم ما حصل لهم الضغط ده. كل الامور دي بتسمح لنا ان احنا يبقى في نوع شويه من الرحمه بلاعبتنا بالجهاز الفني. احنا ساعات بنقصه، واحنا يعني كمحبين للنادي وكناس اشتغلنا وبنحبه واتولدنا في النادي بنبقى احيانا بنبقى متضايقين من مباراه او اتنين ما احناش عارفين ايه اللي في الكواليس خلف الكاميرا. انت بتشوف المعاناه اللي اللعيبه بتعانيها. في حاجه بتشوف كل الفرق، احنا شفنا البنك بيلعب مع الفريق المنافس ازاي، بيلعب معانا ازاي، كل الفرق. حتى يا اخي تصريحات المنافسين اللي هم بيلعبونا يقول لك انا بتمنى فوز الفريق كذا بالدوري، وانت اصلا في الدوري لاعب بيقول انا اتمنى فوز المنافس وانت هتلعب كمان 10 ايام ولا كمان اسبوع. يعني اذا انت قدرك انك انت كل المنافسين اللي بيقدموا لك سواء في مصر او خارج مصر عارفين النادي الاهلي لو نلت منه نقطه فانت عملت الاعجاز.
صحيح، ده على ارض الملعب، لكن لو انت مش عارف تكسبه كمان على ارض الملعب تحاول خارج الملعب ان انت باي شكل من الاشكال تضغط عليه، وده اللي احنا شفناه، محاولات الغريبه او المستميته من البعض ان انت تقول ان الدوري اتحسم وان الاهلي خارج الدوري وحاجات غريبه جدا كنا بنسمعها، ويمكن ده اللي اكد عليه كمان كابتن سيد عبد الحفيظ لما وجه رساله، دايما احنا بنكلم نفسنا، احنا بنكلم بعض، احنا بنكلم جمهور الاهلي، ملناش دعوه بحد. هو قال انا عايز جمهور الاهلي دايما يكون سند ودايما يكون داعم، ومحدش يتاثر بما يثار ان احنا خلاص الدوري راح مننا والكلام ده، مفيش الكلام ده على ارض الواقع، مفيش حاجه اسمها كده. فعلى كل حال دي نقطه عايزين برضو نتكلم فيها تاني، بس فاصل سريع وهنرجع نكمل مع كابتن عادل. ثلاث نقاط حصل عليهم الاهلي بالامس، ولسه يعني قدامنا 9 ماتشات، ربنا يوفق ان شاء الله الفريق، وفي نفس الوقت احنا عندنا امل كبير، عندنا اخطاء زي ما كنا بنتكلم، اكيد ما فيش فريق ما بيخطاش، اكيد ما فيش يعني مباراه بتعدي من غير اي ثغره حتى صغيره، ولكن في كلام برضو على الصعيد الثاني محتاجين ان احنا نناقشه بشكل اكثر تفصيلا معاك كابتن عادل. وخلينا نرجع لنقطه كابتن سيد عبد الحفيظ والتصريحات اللي في غايه الاهميه بصراحه اللي اتكلم عنها، وفكره كمان هنا القضية التحكيمية مش هنخوض فيها بشكل يعني كتير، ولكن احنا محتاجين نقف عندها. خليني اعرف من حضرتك شفت ده ازاي امبارح. والله شوف كابتن سيد دايما تصريحاته فيها عقلانية وارقام، ما فيهاش يعني ايه ابيات شعر وانشا، لا بيقول ان انا في المباراة ديت يوم كذا على ملعب كذا ليه. فالرد ما بيجيش رد لما يقول ان انا في ماتش انا بلعب النصر في ظل الضغط المباريات في الكاس واي فريق بقى، عشان يعني نتجنب الكلام، اي فريق اخر بيطلب ان المباراه تتاجل الماتشين اللي جايين ورا بعض في اسكندريه، فنادي معسكر في اسكندريه، فاروح انا غزل المحل المفروض ان انا العبه في القاهره سواء في الاستاد او في بيتر سبورت، فانا اروح عامل الماتش في اسكندريه عشان هو بعد 3 ايام او بعد يومين يبقى يلعب الماتشين بدون بقى سفر بدون ارهاق. طبعا ده في حد ذاته في الكوره عدم تكافؤ فرص. هل الكلام ده في محسوبيه للنادي او للنادي اللي هو بيشتغل فيه؟ ده منطقي جدا لاي واحد محايد بيطلب حاجه طبيعيه ثم بيكملها بحاجه ثانيه. الجونه هتلاعب سموحه في اسكندريه، الاهلي بعديها بيومين هيلاعب الجونه في الجونه. طيب هل هيسمح لو الجونه طلب انه يعني طالما هو في اسكندريه بدل ما يرجع الجونه والاهلي يجي له في الجونه يبقى برضه ماتش الجونه يتلعب في اسكندريه؟ لو انت مشيت ده هتمشي ده. هل ده الكلام فيه نوع من الزياده للنادي الاهلي؟ هم ردوا على شق واحد بس، انا شفته مع زميل امبارح على الشق ان كان استاد القاهره فيه يعني تصريحات وهو ده السبب، هم ما عندهمش مشكله يلعبوه في القاهره، ده الرد الوحيد اللي جه على الشق ده. ما هو الاصلاحات يلعبوا في استاد تاني؟ ما هي الاصلاحات، طب ما كان استاد اسكندريه بيقول ان في اصلاحات وبعدين فجاه الاصلاحات خلصت. انا مش من ما فيش نظريه المؤامره بس في اسكندريه كانوا بيقولوا في اصلاحات مظبوط؟ طب الاصلاحات خلصت بسرعه. ما انا بقول حضرتك الرد بس جه في شق معين، لكن كان في نقاط كتيره اثارت ما حدش رد عليه. احنا لا نشكك ولا نقول ان في مؤامره ولا حاجه، مفيش حاجه ابدا، بس مبدا تكافؤ الفرص. اذا انت هتسمح ان النادي المنافس يلعب مباراتين في اسكندريه وهو اصلا معسكر في اسكندريه فانت بتدي له الاريحيه الكامله. مفيش بقى ايه بتيجي من سان داونز تروح طالع السويس وبعدين تيجي من السويس على المحلة وبعدين من المحلة على طب ما اللي بيحصل ده واللي حضرتك بتتكلم عليه مرجعيته ايه؟ احنا هنفترض حسن النية، يعني لو افترضنا ان مفيش سوء نية طيب يبقى فاضل ايه؟ يبقى ايه المتسبب في النوع ده من الامور؟ يا كريم على مدى تاريخ النادي الاهلي، انا ما بحبش الناس اللي بتحلف، بس يعني على مدى تاريخ النادي الاهلي مفيش اي نوع من المجاملة النادي الاهلي كان بيجاملها، بالعكس كانت كل القرارات على مدى تاريخ كل الاتحادات اللي قبل كده على طول في نوع على طول ضد النادي الاهلي. ليه؟ انا مش عارف. انت حضرتك بتتكلم كمان في ازمنه مختلفه وعصور ازمنه مختلفه، ده ممكن بقى الناس المؤرخين يجيبوا لك بقى بالتاريخ باليوم بالساعه بالمباراه. يبقى احنا كده يعني ما ينفعش بقى نقدم حسن النيه قوي لان واضح ان في لا ما فيش حسن نيه، يعني حسن نيه ايه؟ انت بتشوف المباريات، يعني مش عايز اخوض برضه في التحكيم دلوقتي، لكن بتقود انت قبل سان داونز وقبل نهائي افريقيا انت بتلعب قبلها ماتش بثلاث ايام ولا اربع ايام.
وبعدين بتخلص المباراه وبتروح واخد الطياره وتطلع على المغرب. يعني انت حتى الحته دي ما انتش مريحني. فيعني طب ليه البطوله دي بتخش في خزينه مصر كدوله؟ طب والنادي الاهلي، والنادي الاهلي لما يقولوا النادي المصري ما يقولوش نادي الاهلي، النادي الاهلي المصري هو اللي واخد اكثر تتويجا في القرن الواحد وعشرين. الحاجه دي مش يعني بتخليك كاتحاد كوره يبقى ليك يعني برضو بتزيد من رصيدك. فانت ضد، انت فاهم ان انت كل ما بتبقى ضد النادي الاهلي انت بتقويه اكتر، انت لا تضعفه، لان النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى في جمهور كبير قوي بيسنده، والجمهور اللي بيسنده ده مخلي الاداره ما بتنامش. يعني هل الاداره بتاعتنا بتنام؟ ما بتنامش. الجهاز الفني ما بياخدش راحه على طول. انت خدت بطوله افريقيا، تاني يوم كنت بتتمرن. اللعيبه محتاجه كريم، انا يعني هواد محتاجين، فاكرين الست ايام برضه كنا عندكم هنا قلنا اللعيبه محتاجه 3-4 ايام. ايوه صحيح، علشان مش كل يوم اكل اكله معينه. وفرق جدا الراجل ايه ده 6 ايام. لما رحنا الماتش في افريقيا اعتقد الجداد، اعتقد سان داونز، اعتقد لا يا رب الترجي، لما رحنا الترجي وشفنا الاحداث اللي حصل في الترجي وشفنا اولادنا نزلوا سيطره واستحواذ وخطوره طول المباراه ثم المباراه الثانيه، الست ايام دول فرقوا جدا مع اللعيبه. 6 ايام ما بياخدوش كوره ولا بياخدوا حاجه خالص. فاللعيبه محتاجه برضو الراحه دي في فترات معينه، والجهاز الفني بيعمل عليه. كلام كابتن سيد انا بشوف انه كلام اي انسان محايد عقلاني بيدير منظومه المفروض ان هو انا محايد فيها، لابد ان انا ادي الناس كلها في مسطره واحده. يبقى النادي الاهلي بياخد، الزمالك بياخد، الاسماعيلي، كل الانديه مسطره واحده. كويس، ما تديش حد زاد عن حد. المساواه في الظلم عدل يا اخي، ده ابسط حاجه. وبعدين انت بتعادي 80 مليون، انت بتعاديهم ليه؟ بالعكس انت بتحفزهم. انت عارف انت لو جاملتني جمهور النادي الاهلي حساس قوي. احنا مش بنقول حتى مجامله، احنا بنقول اصحاب حق يعني. يعني انا بقول لو جاملتني جمهور الاهلي مش هيبقى كده. انما طول ما انت في حته ان انت الجمهور حاسس ان في حاجه يعني ايه مضايقاه شويه، فبيخليه يبقى حبه للنادي اكتر وقوفه مع النادي اكتر، وده المطلوب طبعا في الفتره دي اللي احنا فيها تحديدا. ولو هنتكلم، لان الوقت بيجري كمان كابتن عادل، تسمح لي اروح شويه فنيات. بالامس يعني شفنا مساحات برضو الاهلي كانت كبيره جدا امبارح، قدر الانتاج الحربي ان هو يستغلها، ده كان واضح الى حد كبير. بعض الاخطاء، بعض التاخيرات للكرات يعني اللي برضو شفناها. موسيماني في المؤتمر الصحفي ما انكرش ده، لا تحدث عنه، بس في الاول وفي الاخر انا داخل عايز 3 نقاط واخدته. حضرتك برضو بتشوف اللعب بالامس كان ازاي؟ ايه اكتر خطأ حضرتك لفت نظرك؟ انا بتكلم عندنا باختصار، في لعيبة مجهدة جدا وفي لعيبة مش مجهدة ابدا. فاللعيبة اللي مش مجهدة ابدا دي مفروض انها تأدي افضل من كده. يعني في لعيبة 3-4 لعيبة كانوا الراجل بيديهم نص ساعة، في ثلث ساعة، في ربع ساعة، في هاف تايم. مفروض ان انا في الوقت ده مبقاش مجهد. في الوقت اللي انا فيه عندي 6 أو 7 لعيبة في طوكيو، مفروض ان انا اقف مع فرقتي. فالوقفه دي ما كانتش موجوده. الجبهه اليمين عندنا كانت بتشكل خطوره علينا. الوقفه اللي ما كانتش موجوده دي نتج عنها ان الانتاج الحربي استغل الفرصه في المساحات اللي اتخلقت، والاسيست اللي اتعمل من نص الملعب وراح لمصطفى البدري لاعب الانتاج واللي سجل منه الهدف الثاني. فاحنا بنتكلم على كوارث مش مجرد اخطاء. الجبهه اليمين، وانا برضو أنا يعني لسه مكلم يعني الكابتن سيد، يعني في تواصل بينا باستمرار. يعني في ماتش اللي فات، ماتش البنك، كل الأهداف جاية من الجبهة اليمين وكل الخطورة جاية من الجبهة اليمين. فطبعا برضو دي علامة لابد إن احنا يعني يبقى نقف عندها. ولادنا اللي موجودين اللي يعني 5 6 اللي هم أصلا ما كانوش مضغوطين جامد جدا، زي ديانج وزي عمرو وزي حمدي وزي بنون وزي ايمن اشرف. علي معلول ما بياخدش 5 دقائق راحه، يعني علي معلول على طول على طول في الملعب. محمد شريف، ديانج امبارح بصراحه كان رائع برضه. طب ديانج مش مجهد؟ طب ليه امبارح كان بيأدي بالروح والقتاليه ديت؟
يبقى اذا انا رساله للعيبه اللي انا يعني بنحبهم جدا ودول ولادنا، المفروض ان انت ادائك لازم وانت بتلعب في الملعب تحس ان في 80 مليون بيتفرجوا عليك بيقولوا لك لا احنا منتظرين منك افضل من كده. هل فرق المشاركه كابتن عادل، يعني ده السؤال اللي هنختم بيه لان تقريبا الوقت خلص، هل فرق المشاركه عدد المشاركات من قبل اللعيبه الاختلاف ما بينهم ده بيؤثر برضو الى حد ما في الملعب؟ يعني احنا عندنا لعيبه ما شاركتش عدد كبير من المباريات نزلت تشارك، هل ممكن يكون برضو ده بيؤثر شويه على الاداء؟ بيؤثر حاجه بسيطه، لكن الروح دايما، الروح دايما لازم تكون يعني حاضر، الروح لازم تكون حاضره. انا ممكن جدا ابقى مش موفق لكن بديلك 8.5 او 9 من 10 فرقتي من جرد، من قوه، من التحام، كره مشتركه بتاعتي، تحسي ان انا بجيب الكوره جايبها بمنتهى السرعه، بحفز زمايلي، حتى الكاميرا لما بتيجي على وشي بضيع فرصه او بعمل باصه غلط احس ان التاثير ده على وشي، ان انا لا انا عايز اللي جاي زي ما حضرتك بتشوفي وكريم بتشوف الراجل اللي بيلعب تنس لما بيغلط في واحده تحس ان هو بيراجع نفسه، الحته دي بتبقى مهمه جدا وانا بادي. فطبعا دي كلها امور الولادنا دول لازم برضو يراجعوا نفسهم، لان المفروض ان انا في الوقت ده الناس منتظره منك انك تثبت. انت طبعا لعيب كبير وكل حاجه ولعيب هايل وكل حاجه، بس المفروض ان انا منتظر منك اداء وفنيات اكتر من كده. كابتن عادل للاسف الوقت انتهى، يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، شرفتنا كالعاده. شكرا، نورتنا يا كابتن. شكرا حقيقي. شكرا ليك يا كريم. بس يا نهوان نشوفك على خير بكره ان شاء الله، يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.